كوريا ولا فين وقفنا احنا؟ يعني وقت مرينا احنا على على الموضوع ايوه بس بنزيد مع الموضوع نهايته فين بالتحديد يا سب؟ شرح مختصر لهذه المتطلبات الستة. احنا قلنا متطلبات الستة الإدارة الإلكترونية بنمر عليها كذا مرور وعلى هذا السهل يعني في وقت كافي معنا متطلبات مادية على المواطنين بالضبط ايه. صفحة كم 157 لا ما شاء الله ها معي ما اسمح لي الا بالرقم في الركن على اليمين الإدارة الإلكترونية هذا تلقى الاشتكال هذا العنوان هنا شفت الرسمة معك هذه الرسمة دي أيوة ست دوائر أو سبع ست دوائر والسابع في الوسط أيوة هذه اللي عند الوليد تمام فالحين بناخذ متطلبات الستة للإدارة الإلكترونية أول متطلبات هذه التكنولوجيا الإلكترونية اللي تسمى بالتكنولوجيا الرقمية كمان يعني ايش تعرف لما تقول ها لا خلاص خذ شكرا لك ها انتم معي ولا طيب هذه ايضا من متطلبات الاداره الالكترونيه اتحدث عن الاداره الالكترونيه بشكل عام تكلمنا في المقدمه والتعريفه وقضايا اخرى لكن الان خلينا نتحدث عن ما هي متطلبات الاداره الالكترونيه وقال سته نعم التكنولوجيا الإلكترونية اللي هي الرقمية وترتبط الإدارة الإلكترونية وسط أعمال الإلكترونية بجميع أنماط التكنولوجيا الرقمية من وسائط وشبكات إلى طبعاً تحدث الإدارة الإلكترونية يعني الحديث عن الحاسوب والحديث عن علم الحاسوب وحديث كل المتطلبات ما يتعلق بالحاسوب نفسه والهدف الأصل الهدف إنه نأخذ فكرة بسيطة عن الإدارة الإلكترونية طبعاً اليوم إحنا يعني كثير من الدول المتقدمة الحقيقة تأخذ بهذه هذا النوع من الإدارة الحقيقة تمام بل توصل الحال إن مثل ما قلنا إحنا في السابق إنه هناك يعني حكومات إلكترونية وأسواق إلكترونية مش كذا مواقع إلكترونية يعني كل شيء يعني مرتبط بالجهاز الإلكتروني بالتكنولوجيا الحديثة الآن تمام اللي تربط العالم كله والتي صنعت من العالم هذا انه ماله قريه واحده نقول مدينه سوق ايوه هذه السبب يعني من الاسباب التي ادت الى ظهور العولمه هو التقدم في الجوانب في الجوانب الالكترونيه التقدم في وسائل الاتصال والمعرفه والمواصلات والى اخره هذه كلها بالفعل صنعت تمام وبالتالي من متطلبات الإدارة الإلكترونية التكنولوجيا الرقمية اللي متمثلة بإيش قلنا؟ بأنشطة أنشطة خاصة بالتكنولوجيا الرقمية وسائط شبكات أدوات تمام وهذه تطور بسرعة عالية بتنوع أنماطها وجانبها يعني الحاسوب اليوم لما ظهر ظهر بحجم ايش؟ قارة كبيرة لكن تطور كل يوم تطور الى درجه وصل الى اللابتوب اللي تعرفوه انتم حتى انواع هذه اللابتوب حجمه كبير واحد صغير اليوم صارت الجهاز عندك الكمبيوتر اسمه هذا التليفون ممكن تستخدمه كل شيء صحيح تقنيات اظهرت العالم الحقيقه العمليات الالكترونيه وهي تنشا من تحويل ارتباطات الماديه والمهام الجزئيه المجمعه في بنية العملية العادية إلى سلسلة قيمة من الأنشطة الرقمية مصممة على أساس تدفق جديد معلومات العمليات من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنيات شبكات الإنترنت تمام النقطة الثالثة الاستراتيجية الإلكترونية وهي تغطي أنشطة التحليل الاستراتيجي لبيئة الأعمال تصميم اختيار استراتيجي تطبيق استراتيجيات الأعمال الإلكترونية تتضمن أيضا تحديد مصادر التميز أو أيوة عن المنافسين تمام الى اخره هذه طبعا هذه النقاط اللي قلنا عليها لاحظ انه كلها مرتبطه بعمل يعني عمل الحاسوب وعمل الاجهزه الحديثه هذه اللي يفترض ان تكون لانه في الاخير عندما نربط الاداره الالكترونيه ترتبط مباشره باحداث
يعني انواع الاجهزه المختلفه التي تشغل الكترونيا تمام باي مكان. طبعا المنظمات هنا تتفاوت الحقيقه، بل الدول نفسها تتفاوت في استخدام مثل هذه الاجهزه. كيف يمكن ان نضع او يعني ان تكون ادارتنا اداره الكترونيه بزياده استخدام التقنيات الحديثه والاجهزه الحديثه؟ اذا تجد انه في الاخير انت شغال على الاداره الالكترونيه تمام، سواء كنت منظمه او حتى دول نقول مؤسسات شركات عالميه او حتى افراد، يعني يعني انا اذكر واحد يعني تاجر راس مالي يعني، بس عنده معرفه في الاداره الالكترونيه، فقال انا ممكن ادير كل اعمالي من القريه، يعني. وبالفعل عمل مكتب في القريه وشبكه، وتخيل من نفس المكان هذا اشتغل يتواصل مع يعني الشركات تبعه، مع العاملين، مع المحاسب، يكون نظام نعم كل الانظمه الان. وبالتالي توسعت الانظمه الرقابيه الالكترونيه اليوم تمام. يعني صح انه يشترى ب يعني تكلفته تكون كبيره، لكن تضمن رقابه على وشكلها. انا اذكر في جامعه علوم التكنولوجيا الان استخدمت برنامج الاي ار بي، هذه برنامج رقابي الكتروني. هذا البرنامج يربط كل الفروع تبعها وكل الانشطه في كل فرع وكل الانشطه على مستوى المركز الرئيسي، ومرتبط بمركز خاص فيه تمام، يغذي كل اصحاب يعني اصحاب المصلحه في الجامعه. هذا حقيقه برنامج يعني مع ارتباطه بالجهات الرسميه زي التعليم العالي مثلا. التعليم العالي الحاجه الوحيده الحقيقه اللي عملوها الجماعه في صنعاء انهم اليوم ربطوا يعني نعم يعني ربطوا كل شيء ما يتعلق بالتسجيل تمام، تسجيل الطلاب، معاملاتهم، بوابه الكترونيه يعني بوابه بالضبط. يعني الان تدخل البوابه يعرف كم طالب سجل في جامعه العلوم، كم طالب سجل في جامعات حكوميه، كم طالب سجل في ما ادري اذا كانت الجامعه الحكوميه تقريبا مشتركه تقريبا. حتى درجه النتيجه الطالب تمزق الان بالضبط. ايوه هذه على مستوى الجامعات يعني جامعات نعم يعني ممكن تكون في ولي الطالب يقدر يعرف نتيجه الطالب بالضبط. انا قصدي النظام الكبير هذا اللي يكون فيه يعني سيطرة مالية، يعني حتى القوارب المالية يعرفها، يعرف المدير العام وصاحب المال وصاحب كل صغيرة وكبيرة. سبحان الله أشوف التطور الحديث، يدخل عارف يدخل مثلا في الموارد البشرية يدخل تمام في اي فرع في اي اداره في اي مكان، عنده كل شيء، عنده كل شيء اولا باول يعني، ويكتشف. الآن دخلوا حتى مسألة يعني إعطاء محاضرات وغيره كمان عبر هذه الشبكة تمام. حتى بعض الدكاترة أصبح تحضير الدكاترة ولا حتى طريقة الكيدر الموجودة بقاعة المحاضرات يتحضر الدكتور الإلكترونيا من حضرت المحاضرة شوف بالضبط يأشر عليه ما في داعي تتابع الدكتور بده عارف إنه حضر المحاضرة. وبالتالي إحنا نتحدث الآن عن الإدارة الإلكترونية، هذه هي الإدارة الإلكترونية التي إحنا يعني نعملها، لكن تتفاوت مثل ما قلنا بحسب الإمكانيات وبحسب طبيعة العمل كمان يا اخوان، لأنه أحيانا طبيعة عملك أنت تمام يعني وبالذات عندنا يعني في يعني في اليمن قد لا تحتاج إلى الكم الهائل الحقيقي من الأجهزة إلا إذا كان عملك ماله متشعب كبير ونشاط تحتاج إلى بس لو حسبت الإدارة الإلكترونية، لو حسبت يعني فورنا استخدمت استخدام مثلا بالعائد مقارنه بالاداره التقليديه احيانا تطلع اوفر واقل. اكيد اكيد في الوقت والجهد والتكلفه صحيح تمام يا اخوان. قال هناك طبعا بالاضافه الى تحديثات الكترونيه بالخيارات، طبعا اي عمل من الاعمال سواء كانت اداره الكترونيه او اداره تقليديه او غيره تحتاج الى تخطيط، تحتاج الى الاخذ بالوظائف الإدارية المختلفة.
وبالتالي احنا تقريبا تطرقنا قلنا للتخطيط الالكتروني والتنظيم الالكتروني ولا لا؟ ها؟ تمام. وبالتالي هناك كثير من الوظائف هنا. هذه مستشفى التكنولوجيا قال هذه الورقه الزبون عادي زبون. طيب التسويق الالكتروني مش كده؟ التسويق الالكتروني احيانا يستخدم اكثر من احنا عملنا الاستراتيجيه الالكترونيه مش كده ولا لا؟ ها؟ نعم. التكنولوجيا الرقميه التسويق الالكتروني مش كده؟ نعم. ها؟ انا ماشي صح ولا غلط؟ ها؟ صحيح. التسويق الالكتروني وبتعرفوا انتم الان الشركات يعني بتعمل بالتسويق الالكتروني عبر شبكه الانترنت تسويق كل منتجاتها تمام عن طريق مواقع خاصه بها. يعني اليوم ما عاد يوش عاد يعني الشراء التقليدي صار يعني قديم لكن ما زلنا احنا نحاجر. لكن اليوم الشراء التقليدي عن طريق موقع معين مواقع الشركات. قبل ان نبدا قريه صينيه قريه الصين انه تستخدم انه تعمل في صناعه الفخار صناعه اليدويه تمام. تبيع منتجاتها تبيع عبر شبكات التواصل الاجتماعي. تبيع منتجاتها عبر البيع الالكتروني. نعم تمام. عملت نهضه على قبض على البطاله داخل الخيار تمام. عملت ارتفاع في مستوى داخل الافراد. عندنا فوائد كثير بامكانيات بسيطه. نعم. الصين وصلت الى مرحله بالفعل مذهله في الان مش كده؟ الامريكان الان يحاربوها بقدر الامكان. ها على اساس يعني فرض ضرائب ملكيه ورسوم ملكيه وزياده الضرائب على صادرات الصين لامريكا. حرب حرب اقتصاديه حرب تجاريه حرب بارده شغاليه شغاليه. بس في بدائل كثيره يعني الناس اظن بتخرج من دائما معارك متصله يعني الا العرب والمسلمين مع الاسف يعني يخرجوا دائما مهزومين مش كده ولا لا؟ العقلية العربية ما فيش مجال يعني. عندنا حسين ها؟ حسين لا. إذا طلبت التسويق الإلكتروني بناء وتطوير نظام للشراء الإلكتروني، البيع الإلكتروني، تحديد أنواع المنتجات إلى آخره. الهيكل الإلكتروني هذا اللي إحنا لو تتذكروا قلنا وقفنا عنده كان وعرفناه تذكروا ولا؟ ها؟ الهيكل إيش؟ هيكل المنظومي وهذا سبب الهيكل الافتراضي. الافتراضي قد لا يكون على هذا الواقع الواقع نفسه أيضا وبالذات للشركات الافتراضية نعم. وكل ما دار فيه الهيكل الالكتروني تستطيع الإدارة الإلكترونية العمل في هيكل تنظيمي هرمي متعدد المستويات والمهام المستقلة عن بعضها تراز وتكوين مدى الاتصالات مغلق وذي بعد واحد لكل إدارة بنيانها وأدواتها وسائل المناسبة في العمل. لازم مشهودة والإدارة الإلكترونية تتطلب وجود بنية تنظيمية حديثة مرنة أفقية ومدير اتصالات تمام شبكية تستند إلى قاعدة تقنيات معلومات إلى آخره. طيب القيادة الإلكترونية و يعني إيش المطلوب في القيادة الإلكترونية هنا؟ ها؟ مراقبة تعمل تفاوض تعمل تنافع عليا ايوه قياده بشريه ايوه قادره على استخدام الحاسوب ايوه ادارته معرفه المعرفه هذه شغل قادر على تقييم العمل. نعم قادر على انك بالفعل تمارس مهامك عبر هذه الشبكه عبر هذه الشبكه نفسها. وهذه انما اعتقد الناس عندهم وبالذات الناس اللي يتابعوا عمليه الاكتتاب في بعض الشركات متابعات الاسواق الالكترونيه الاسواق الماليه شراء الاسواق هذا الشيء نوع من القدرات الغير عاديه تمام. لا تجد المتابعه حتى في متابعه الاسهم والسندات المنتشره هذه الاسواق الماليه وغيره تحتاج سرعه فائقه وتحتاج معرفه يعني عاليه في استخدام مثلا اذا لم تدخل اسواق تمام يعني اذا لم تغتنم الفرصه تمام ممكن تضيع عليك وتقيس عليك كمان لكن هي تحتاج بالفعل قياده الكترونيه قادره على يعني التعامل مع هذه الاجهزه تمام ويكون عندها قدرات معرفيه واداريه الكترونيه عاليه.
تمام. طبعا يمكن قال من خلال القيادة الإلكترونية استثمار الأصول الإنسانية الثمينة الخفيفة المنظمة بصورة خاصة رأس المال الفكري الإنساني وإدارة وتحقيق الميزة التنافسية. القيادة الإدارية الإلكترونية تمثل الكفاءة الجوهرية القادرة على الابتكار والتحديث، يعني كل شيء مربوط بعقلية الإنسان، عقلية الإنسان، عقلية هذا الإنسان. تمام، هو الذي أوجد هذه التقنية هو الذي يدور القادر أيضا في جوانب كثيرة، يعني حتى في ما يتعلق في الجوانب الإخلاقية يمكن تكون، يعني ممكن نستخدم هذه التقنيات الحديثة في جانب غير إخلاقي. تمام، نعم، وبالتالي يمكن يتسبب من خلاله بالأضرار على ناس آخرين، على شركات، على دول، تمام، بما فيها الاختراقات الإلكترونية التي سمعتم عنها أيضا في كثير من الدول نفسها. تمام، طيب إيش هي وظائف الإدارة الإلكترونية؟ هذا نموذج من وظائف، نعم، هذا نموذج هنا. يتكون نظام الإدارة الإلكترونية من تطبيقات الإدارة الإلكترونية التي لا تعتمد على الحاسوب. تطبيقات الإدارة الإلكترونية تكلمنا عنها تقريبا، اللي تعتمد على سبب اللي متمثلة بإيش هنا قلنا بالنظام الآلي المكتبي، النظام التقليدي اللي هو إضافة إلى تطبيقات الإدارة الإلكترونية التي تعتمد على الحاسوب، قاعدة بيانات، مدخلات النظام، موارد مادية داخلية، وإيش كمان؟ معالجات موارد مادية. هذه الشكل اللي يبين في مدخلات، في معالجات، في مخرجات. في مخرجات. تمام، الأحد دائما يتكرر عندنا هذا الكلام ولا لا؟ قالوا كل شيء في حياتنا هو نظام، والنظام دائما يتكون من مدخلات وعمليات ومخرجات، كل شيء، يعني دوس الإنسان المنظمة، دوس الكائن العادل البسيط، هذا الكائن، يعني كل ما يدور قالوا، كل ما هو موجود يمثل النظام. يستفاد من هذا النموذج في إعطاء تصور عن الإدارة الإلكترونية، كيف تقدر البيانات معلومات. إدارة هي فن إنجاز المهام، هذا تعريف الإدارة، مش كده؟ من خلال القوى البشرية العاملة في المنظمة بهدف الوصول إلى أهداف مطلوبة من قبل المنظمة. هذه الوظائف الأساسية تشمل التخطيط، التنظيم، السيطرة، اتخاذ القرارات. فإن الإدارة الإلكترونية لا تخرج عن إيش؟ عن هذا التعريف. طيب إيش هو تعريف الإدارة الإلكترونية؟ نمط جديد، من أنماط، يعني نمط جديد من الإدارة. تمام، تترك أثارها الواسعة على الشركات ومجالات عملها وعلى الإدارة والاستراتيجية والوظائف، مش كده يا أخوان؟ هذا التأثير لا تعود فقط على الأبعاد التقنية، إنما أيضا البعد الإداري بتمثل مفاهيم إدارية أصبحت تعمل في تحقيق مزيد. لكن خلينا نتحدث عن الوظائف، وظائف الإدارة الإلكترونية المتمثل بالتخطيط الإلكتروني، مش كده؟ طيب إيش مفهومه الآن؟ إحنا خلينا نركز على المفهوم بس، ها؟ نعم. إيش هو المفهوم تبعه؟ هو التخطيط المفهومي التقليدي بأنه الوظيفة الإدارية التي تحدد أهداف المنشأة العامة والأهداف التفصيلية للإدارة، ثم إيجاد الوسائل المناسبة لتحقيقها. بينما التخطيط الإلكتروني فهو عملية دينامية في اتجاه الأهداف الواسعة والمرنة. نعم. والآنية وقصيرة الأمد وقابلة للتنفيذ والتطوير المستمر خلافاً للتخطيط التقليدي الذي يحدد الأهداف من أجل تنفيذها السنة القادمة. نعم. وعادة ما يكون تغيير الأهداف يؤثر سلباً على كفاءة التخطيط. نعم، إذا هنا التخطيط في الجانب الإلكتروني ماله متجدد، متطور، غير مستمر بشكل سريع، يواكب كل ما هو التغييرات الخاصة به. التقليدي واضع أهداف، والأهداف تحتاج مستلزمات، والمستلزمات تحتاج إلى إمكانيات، طبعاً هي الإمكانيات اللي تتحقق من خلال الأهداف. بعده ننتقل طبعاً هنا هل بحاجة للتخطيط؟ نعم، أنا أحتاج إلى التخطيط. نعم، تمام، في كل المجالات ما في شيء، ها، يعني ما في نشاط الا يقوم على ايش؟ على التخطيط. بس هو التخطيط الإلكتروني مثل ما قلت يعني غير التخطيط التقليدي، التخطيط الإلكتروني مثل ما عرفناه متجدد، انه متجدد سريع، نعم، تتابع كل ما هو جديد، تحدد هدفك في وقته، نعم، تستطيع ان تغير، تستطيع ان يعني تستحدث، تستطيع ان تجدد وهكذا. طيب طبعا في هنا قيود في افق التخطيط، في الحاجه للتخطيط، في افق التخطيط، في قيود التخطيط. تمام، التنظيم الالكتروني ايش المقصود فيه هنا؟ ها، تنظيم العمليه. ايوه،
أشوف تقول يلا دول أفريقيا.